السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة شوات ريحانة كمان نقدم لكم خبز اسفنجي ورائع جدا وسهل التحضير. ممكن تقدموه في الوجبة ديال الفطور أو في المساء أو تعطيه للأطفال ديالكم في المدرسة. بمكونات جد سهلة وبسيطة والنتيجة رائعة جدا. نمروا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله، كنحتاج ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، ملعقة كبيرة من سكر سنيدة، ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، ملعقة صغيرة من الملح، علبة ديال الياغورت طبيعي وزن 110 غرام، ملعقة كبيرة من الزبدة تكون رطبة، 2 ملاعق كبيرة من زيت المائدة، وعندنا كأس من الحليب السائل هو كأس شاي العنبة، وعندنا 300 غرام ديال الطحين ابيض اللي هو الفورس. كما لاحظتوا مكونات اللي هي مضبوطه، ما كاينش حسب الخليط او مشابه. كنضيف 2 ملاعق كبيره من زيت المائده، وكنضيف القليل من الحليب على الخميره، كنحاول نذوبها مع السكر. كيجي خبز شهي شهي جدا ورائع وسهل التحضير، يعني كنحضروا في واحد الوقت اللي هو وجيز والنتيجة رائعة جدا. كنضيف الكمية المتبقية من الحليب، كنمزج المكونات كلها مع بعض. ضروري ما نذوبوا هذيك الخميرة، إذا كانت الخميرة الجافة كان أفضل. كنضيف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، كنبدا بإضافة الطحين بالتدريج رغم أنه قياس محدد، كنضيفو الطحين شوية بشوية، هذا راجع لنوعية الطحين. كنضيفو الطحين شوية بشوية حتى كنحصلو على عجينة اللي كتكون رطبة. مازال غادي ندلكها بملعقة كبيرة ديال الزبدة. كنضيفو دائما الطحين بالتدريج حتى كنحصلو على عجينة اللي كتكون متماسكة ورطبة في نفس الوقت. كما لاحظتوا غنضيف الكميه المتبقيه من الطحين، هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه ديال العجينه. كما كتلاحظوا عجينه متماسكه. غادي نضيف ملعقه كبيره من الزبده بدرجه حراره المطبخ، زبده عاديه فقط، زبده ديال العلب. كندلكها مزيان، كنجمع اطراف العجين وندلك العجينه مزيان. ضروري ما تدلكوها مزيان، كنأكد تقريبا حتى 10 ديال الدقائق. كما لاحظتوا الكميه ديال العجينه ماشي شي كميه اللي هي كثيره، واحد الكميه قليله. دائما كنحضروا كنحصل على 9 كريات من العجين على حسب الحجم اللي بغيتو، كان كبار غادي تنقص لكم الكميه. كندلكوها مزيان، ضروري ما تدلك مزيان بهذيك الملعقه كبيره ديال الزبده. واخا كتبان لكم كتلصق راها غادي تجمع، هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه ديال العجينه. غادي نغطيها ونخليها كتخمر، من بعد غادي نخرج منها الهواء ونقسمها لكريات. كما لاحظتوا قسمتها لكريات والعجينه رطبه وخمرت لنا عجينه اللي رائعه جدا ممتازه. هاد العجينه كتجي كنحتاجو الشوكولا للدهن اللي كيتباع اللي متوفر في الاسواق التجاريه. انا استعملت نوتيلا. كنبسط الكره الاولى، كنوضع فيها مقدار ملعقه صغيره من الشوكولا للدهن، وكنجمع الكره ونفس الطريقه الباقي الكريات حتى كنتهي. كما لاحظتوا انا من استعملت لا طحين لا زيت لا حتى حاجه، فقط كنبسطها غير بالاصابع شويه حيت مازال غادي نبسطوها، وكنجمع الاطراف ديال العجينه. اللي ما بغاتش تستعمل الشوكولا تستغنى عليه او تستعمل قطعه ديال الشوكولا. انا فضلت نستعمل الشوكولا للدهن حيت مازال غادي نبسط الكريات، حيت هو ماشي بريوش، هو خبز وليس ببريوش، هو خبز. انا كنحضروا بدون شوكولا ولكن فضلت اليوم انني نحضروا بالشوكولا وشاركتكم الوصفه. كناخذ القليل من الطحين وكنبسط الكره بعد ما حشيتها بالشوكولا للدهن، كنبسطها غير باليد
هذا هو الشكل ديالها كما لاحظتوا، كنوضعهم في الصفيحة ديال الفرن. نفس الطريقة الباقي الكريات كلهم حشيتهم بالشوكولا مقدار ملعقة صغيرة بهذا الشكل. وضروري ما تخليه يخمر وهو عجينة، ويخمر بعد ما كتشكلوه، هذا هو نجاح اي خبز ولا بريوش، ضروري ما يخمر جوج ديال المرات. وضعتهم في الصفيحة ديال الفرن كما كتلاحظوا، رشيتها بالقليل من الطحين. كناخد سكين اللي كيكون حاد، وكنحاول نوضع واحد الخطوط او اشرطة، كنحصل على مربعات كما كتشاهدوا كما هو واضح في الفيديو. يعني انا حبيت نغير الشكل ديال الخبز، ونفس الطريقة لباقي الكريات. وهنا غادي نغطيه ونخليه كيخمر، او كدهنوه وتخليه يخمر. انا غادي ندهنو عاد كنخليه يخمر للمرة الثانية. كنحتاجو البيضة اللي كتكون صغيرة، خفقتها مع قطرات من الخل او قطرات من الحليب السائل او قطرات من ماء الزهر، غير باش كيزولنا هداك الزفورة ديال البيض. وكندهنو الخبز مرة اولى ومرة ثانية. بزاف الاخوات يعني ما كيفهموش كيفاش كندهن المرة الاولى والمرة الثانية، يعني كندهنو مرة اولى وكنعاود نرجع ليه ندهنو للمرة الثانية فقط. هذا هو المقصود بكندهنو المرة الاولى والمرة الثانية كما لاحظتوا. كنعاود ندهنو جوج ديال المرات، يعني كنتأكد انه كله مدهون. كنرشو بالقليل من زنجلان، ممكن تستعملوا البافو او تستعملوا رقائق اللوز، او تخليوه هكاك بلا ما ديروا ليه حتى حاجه، فقط كدهنوه بالبيض وكتخليوه يخمر. كنأكد انه كيخمر للمره الثانيه، مده باش يخمر على حسب الجو، بما ان هاد الايام الجو بارد كتخليوه يخمر مزيان تقريبا 20 حتى 30 دقيقه. هذا الشكل ديالو في الفرن. سخنت الفرن على 200، بالنسبه للفرن الكهربائي نار من اسفل ومن اعلى. كيتضاعف الحجم ديالو كما كتلاحظوا، كيبدا كيتنفخ كما لاحظتوا الخبز كيتنفخ كيتضاعف الحجم ديالو. هذا القسم الاخر بعد ما رميته، فقط تخليه يخمر مزيان. يعني شاهدوا معايا كيفاش كيكون كيتنفخ مزيان. الخبز بعد ما طاب كما كتشاهدوا كيجي رطب، كيجي هشيش بزاف، كيكون اسفنجي كما كتلاحظوا كله يعني نفس الشكل، كيكون رطب. نوريكم كيفاش كيجي من الداخل، نشاهدوا مع بعض. كيجي اسفنجي، راه ممكن تستغناو على الشوكولا. لاحظوا معايا كيفاش كيكون اسفنجي، رائع جدا. ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. كما سبق وذكرت لكم ممكن تستغناو على الشوكولا وتقدموه كخبز، يعني بدون شوكولا تقدموه للمناسبات او للاعياد، راه كيجي رائع جدا، كيجي لذيذ بزاف وكيستحق التجربه. كيف ديما الى عجبكم الفيديو وضع لايك وانضمام للقناه ومشاركته مع الاصدقاء. غادي تظهر لكم فيديوهات اخرى مشابهه، يكفي الضغط عليها للمشاهدة. في أمان الله.